صباح الخير مرة تانية، بنبدأ معاك وكالعادة فقرات نهارك سعيد بفقرة الصحافة وقراءة لبعض عناوين الأخبار اليومية مع الصحفية آمال عويدة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الخير يا ماما. صباح الزحمة يا مي. زحمة أخبار ولا زحمة مواصلات ولا زحمة زحمة إيه؟ أول يوم دراسة في المدارس الحكومية الحقيقة، يعني كانت النتيجة النهاردة سيئة جدا، جينا متأخرين بس الطريق فعلا حاجة النهاردة خرافية. يعني طريق واقف إلا طريق، أنا ما شفتش تلميذ واحد النهاردة في لا، الشارع. هو فكرة بقى مش عارفة، أول يوم دراسة غالبا إيه الآباء يعني اللي مش متعودين حتى يوصلوا أبنائهم بيوصلوا ابنائهم في اليوم ده، عارفه اللي هو يا تاكسي، يعني فرحة شويه أول دلع يوم كده، دي. شويه دلع اول يوم. فالنتيجه كانت مش عايزه اقول لك، الشوارع عانت من المساله دي بشكل كبير، واعتقد لسه بتعاني لغايه دلوقتي. لسه أول أسبوع كده. على العموم معانا أخبار كتيرة جدا النهارده. أول خبر من جريدة الأهرام، الصفحة الأولى، بحث إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وإلغاء الفردي. يعني أعتقد إن احنا القائمة النسبية والفردية اتكلمنا عنها 50 مرة. بصي، لأن المسألة احنا يا جماعة في فترة خلينا نقول مختلفة، فبالتالي ما كان موجودا لم يكن صالحا، وما سيأتي يعني في مسألة التجربة. ففي ناس بتقترح الفرد، يعني في ناس بتقول الجمع ما بين الاثنين هو انسب لنا في خلال الفتره الحاليه. الفرد يعني بمعنى ان انت مي تنزل باعتبارها مي والناس تختارها باعتبارها مي. القائمه النسبيه لا، ده مي وامال وحسن وعلي، الاعتبارات تتعلق بان هم يعني بيمثلوا اتجاهات عده هينزلوا بالقائمه دي، والقائمه دي قد تكون من اقصى اليمين لاقصى اليسار. ده ممكن يسهل فكره التعبير عن اصوات بعينها، يعني معنى لو مي نزلت لوحدها ممكن ما تكسبش، بس لو مي نزلت في قائمة فيها أمال وعلي وحسن هيبقى صوتها موجود، اتجاهها موجود، تيارها موجود، وبالتالي تكون ممثلة في المجلس اللي جاي. هي دي المسألة باختصار، هل انت تنزلي باعتبارك انت ولا انت تنزلي في اطار مجموعه؟ هي دي المساله، بس عشان نحلها للناس. بس ليه في اختلاف بقاله فتره طويله جدا عليها؟ يعني بصي، اعتقد معظم التيارات السياسيه مع القائمه النسبيه، مش ده الفردي. حقيقي، ده حقيقي، بس هو في محاوله للجمع ما بين الاثنين، ودي اراها ان هي مناسبه لهذه الفتره، قد لا تكون هي الشكل الامثل، بس انت بتحاولي توصلي لاحسن الحلول. وخلينا نتفق انه الوصول الى ما يرضي الجميع ده صعب جدا، ونفتكر قصه جحا وابنه، لما جحا وابنه والحمار ركب جحا على الحمار، ايه ده الراجل ده ما عندوش قلب، ابنه ماشي وراكب على الحمار، ركب ابنه، ايه ده الواد اللي ما عندوش دم راكب وسايب ابوه، مشي هما الاثنين، ايه الاثنين اللي عندهم حمار ومشوش؟ في فترات كده في حياه الشعوب ما ينفعش. لو انت بصيتي دلوقتي للنظريه الاشتراكيه، او يعني ما قاله ماركس ولينين في كتبهم اللي هي اسست للاشتراكيه، عليها نقاط قد كده. اليمين نفس الحكايه، اليسار نفس الحكايه، مفيش نظريه. الراسماليه في امريكا ليها جوانبها السلبيه، ففي كل نظريه وفي كل حته هتلاقي ليها بعض الاثار، بس لابد ان نتحملها لانه مفيش نظريه اثبتت نجاحها الكامل لغايه دلوقتي. بس احنا كده بنتكلم على ان الحكومه بتحاول ترضي كل الاطراف، بس الخبر بيقول انه هيلغى نظام الفردي. بحث اجراء الانتخابات، بحث، ما هو الكلمه اللي طب مكتوبه ليه مثلا، لازم نلغي حاجه ونقر حاجه؟ ليه ما ينفعش؟ ما هو ده اللي هيتقرر النهارده الفريق عنان النهارده، وده اللي انا كمان حتى سمعته في الاخبار، انه لن تتخذ خطوه الا باتفاق القوى السياسيه المجتمع النهارده اللي بتمثل جميع الاشكال والالوان الموجوده في مصر من اقصى اليمين لاقصى اليسار. ده ممكن يكون مريح شويه، بس لو وصلنا الى نسبه اتفاق 80% او 90% في الفتره الحاليه طبيعيه. ما احنا مش هنتخيل مثلا، مش يعني خلينا نكون واقعيين، يعني لو 80% لا، مش هنتخيل مثلا ان اقصى اليمين السلفي هيكون مع اقصى اليسار العلماني، ولو ان انا مش بشوف ان مصر فيها علمانيه بالشكل اللي بيخوفوا بيها الناس اللي هو العلمانيه هتيجي. يعني مثلا النهارده قاري حد من السلفيين بيقول اذا وصل الليبراليون للحكم سيعترفون بالمجوس وعبده البقر.